بهذا الفيديو رح احكي على ترند جديد ورح يكون من اكبر ترندات ب 2021 وهو اليوتيوبرز الافتراضيين، ورح احكي ليش اكبر يوتيوبر على المنصة هلا بيوديباي خفى صورته وتحول ليوتيوبر افتراضي، كمان رح اشرح الخطوات لاي شخص حابب يكون يوتيوبر افتراضي، فاذا كنت حابب تعمل قناة وما تفرجي فيها وشك هذا الفيديو لك. خلونا نبلش. هلا من اول ما صار في شيء اسمه يوتيوب صارت الناس تنزل فيديوهات عليه، هاي الفيديوهات ممكن تكون عدد كبير من الشغلات، ممكن تكون فيديوهات اغاني، ممكن تكون مقالب، ممكن تكون اي شيء بالعالم، وممكن تكون ناس عم يحكوا قصص مع الكاميرا. كثير ناس لقوا اليوتيوب هو طريقه للتعبير عن نفسها ولقوا جمهور لهم وبلشوا يعملوا فيديوهات عم يحكوا مع الكاميرا فيها، ان كان عم يفيدوا العالم او عم يحكوا عن اهتماماتهم او اي شيء. هلا باليابان بالذات الوضع مختلف. فكره انه شخص يطلع باليابان ويمسك الكاميرا ويحكي معها وينزلها على النت ما لها فكره رائجه مثل ما هي رائجه بمجتمعات الاجنبيه، وكثير عندهم تقدير لاهميه انه انت ما تفرجي وشك على النت وتضل معلوماتك سريه ومحفوظه. وحتى في مواقع بتنافس فيسبوك باليابان كانت بتشجع انه انت ما تحط صورتك الشخصيه وتضل مجهول الهويه. يعني بشكل عام اذا كنت انت عايش باليابان على الاغلب رح يكون عندك بروفايل مجهول الهويه، يعني ممكن تكون حاطط صورتك بنت شقره حلوه كتير وانت تكون واحد عمره 60 سنه قاعد بالبيت لحاله عم ياكل بوظه. فالمهم باليابان ما كتير محبز انه انت تفرجي هويتك على الانترنت. هلا ب 2015 طلع برنامج اسمه فيس ريج. هذا البرنامج كان فيه نوع من التكنولوجيا جديده انه تصور حالك وبنفس الوقت حركات وشك تطلع على شخصية من اختيارك، هي نفس التكنولوجيا اللي موجودة هلا بالفلترات على سناب شات وانستغرام. مهم لما تم اختراع هذا البرنامج اليابانية كيفوا عليه لانه هن عايشين طول حياتهم وعندهم حدود على النت بالتعبير عن شكلهم وهويتهم وتصرفاتهم، فصارت العالم تستعمل فيس ريج لتعبر عن حالها وتبعث فيديوهات لبعض. لبين ما صار شيء كتير مهم ب 2016 اجت بنت عملت شخصية افتراضية بتشبهها واستعملت فيس ريج لتنقل تعابير وشها على هاي الشخصية وفتحت فيها قناة على اليوتيوب. هاي الشخصية اسمها كيزونا آي. بأول فيديو كيزونا آي نزلته على قناتها ما كان بدها شيء كتير عظيم، قالت انه هي بس بتطمح بحياتها كلها انه تطلع بإعلان تلفزيوني. ومن هداك الوقت لهلا ضلت هاي الشخصية عم تنزل فيديوهات لحد اليوم، ومن وقتها لهلا كيزونا طلعت بدعايات على التلفزيون وطلعت بمؤتمرات كبيرة قدام جماهير، نزلت غنية احترافية مع فيديو كليب، عملت قناة جيمنج تانية وصار عندها ألعاب وتماثيل بشكلها، وحتى طلعت بمسلسل تلفزيوني. كيزونا انفجرت بالنجاح على اليوتيوب وصار عندها عدد كتير كبير من المشاهدين. حاليا كيزونا عندها على القناة الرئيسية اكثر من 2 مليون سبسكرايبر وما فرجت وشها ولا مرة. المهم لما كل اليابانيين شافوا انه هاي الشخصية الافتراضية عم تجيب كل هالقد مشاهدات وعم تلم المصاري من السماء قالوا لحالهم معلش عارف ليش انا بستعمل كاميرا احترافية وبصور حالي كل يوم شان ما اجيب مشاهدات ولا طالع ولا ليرة وهي بدون ما تفرجي وشها عم تقص الملايين. قام صار كل حدا بالعالم مشتهي يعمل فيديو على اليوتيوب اليابان يعمل شخصية افتراضية ويفتح فيها قناة على اليوتيوب، وهذا كان رد فعل العادات والتقاليد تبع اليابانيين بانه هن بدهم يحفظوا هويتهم على موقع يوتيوب يلي هو بيتطلب منك انه انت تفرجي شخصيتك بلا بلا. المهم طلع عدد لا يحصى من الشخصيات الافتراضية، صار كل شخص وسته بده يعمل قناة على اليوتيوب افتراضية. من هم الشخصيات هن كاغويا لونا وميراي اكاري يلي هن مع كيزونا شكلوا الثلاثي المرح، هذا الثلاثي يلي بيكمل بعض من ناحية الشخصيات. مثلا كاغويا هي نوعا ما هيك بتعمل شغلات غبية وبتحسها انه ايه فرفوشة وبتضحك وطول الوقت عم تضحك، اما ميراي عندها شخصية تانية هي اهدى وبتحسها هيك اذكى وواسع بحالها اكتر. يعني هاي الشخصيات كانت مدروسة بشكل احترافي لحتى اي شخص عم يتفرج يحس حاله انه هو واحد من هدول الشخصيات، حتى كانوا يطلعوا مع بعض بفيديوهات معينة. ومو بس الناس اللي مشتهين يعملوا يوتيوب شانل صاروا يعملوا شخصيات افتراضية، كمان الشركات دخلت عليها وصارت تشوفها طريقة منيحة لتسوق لمنتجاتها. بلشت شغلة الفيتوبرز او اليوتيوبرز الافتراضيين تنتقل للعالميه وتاخذ اهميه اكثر حتى باليابان، لدرجه انه كيزونا تم الاعتراف فيها من قبل وزاره السياحه باليابان كسفيره للسياحه، وبلشت شغله الفيتوبر تطلع لبرات اليابان، وصار يطلع شخصيات امريكيه يمين ويسار، وين ما بتطلع بتلاقي واحد فيتوبر وعم يعمل فيديوهات. وانك تكون يوتيوبر افتراضي هي شغله سهله نسبيا، كل شيء عليك تعمله هو انه تلاقي شخصيه بتشبهك او تصمم شخصيه من الصفر على برامج 3D، واذا ما بتعرف تعمل هالشيء ممكن تدفع مصاري حتى حدا يصمم لك شخصيتك، مع انه رح يسب عليك ويقول قديشك غبي ليشك عم تعمل، بس انت رح تقول له سكوت بدي اعمل قناة على اليوتيوب وما بدي فرجي وشي. المهم بعد ما تصمم شخصيتك ما عليك تعمل شيء غير انه تجيب هذا البرنامج وتوجه كاميرا عليك والشخصية رح تقلد كل حركات وشك وايديك قد ما كانت غبية. المهم بما انه تصير فيتوبر شغلة سهلة كل الناس صاروا يعملوها، وطلعت الشغلة برا اليابان وصاروا الاجانب يعملوها، وفي هلا قنوات عليها ملايين المشتركين تتخصص بكل انواع الفيديوهات. وهون بيجي اكبر
يوتيوبر حاليا على المنصة PewDiePie. قبل تقريبا اسبوع اجا PewDiePie وقال انه هو ماله مشتي يطالع وشه من هلا ورايح وبده يعمل شخصيه افتراضيه ويتحول لفيتوبر، واختار شخصيه بسيطه وصار ينزل فيديوهات جيمينج وهو بهي الشخصيه. انفجر الانترنت بناس عم تأيده وتدعمه وتقول له ياي برافو عليك PewDiePie، نحن بنحبك كثير، الله يخليك، رد على الكومنت تبعي وحط لي قلب، وناس قالوا له وات ذا مان اليوتيوب الافتراضي هو إلنا وانت مالك علاقة فيه، معلش ما تجي على الساحة تبعيتنا ولاك. هلا PewDiePie شخص كتير معروف ومشهور، ومع الشهرة بتجي كراهية وبيجي حب كمان. واو رامي شكرا على المعلومة المفيدة، يعني ما كنا بنعرف ابدا. اوكي المهم الفكرة انه بدنا نركز نحن على الكراهية بسبب انه PewDiePie كان عنده ماضي أليم نوعا ما وشغلات عدد كبير من العالم بيعتبرها سيئة كتير. اذا بدكم تعرفوا شو عمل انا حكيت على القصة بواحد من فيديوهاتي رح احط لكم اياها هون. المهم بسبب هذا الشيء عدد كبير من العالم انتقدته وقالت له انه ما بدنا لا انت تجي على اليوتيوب الافتراضي وما تجيب الفانس تبعوتك وحل عنا اذا بتريد. فاذا انتم بتتفقوا مع هالشيء او لا، ما في شك انه اليوتيوبر الافتراضي رح يكون ترند كتير كبير ب 2021 كون اكبر يوتيوبر على المنصة بلش فيها ولو انه هو عمل كنكتة، واحتمال كتير منيح نشوف عدد كبير من العالم عم يبلشوا يعملوا قنوات ويعملوا شخصيات افتراضية وينزلوا فيديوهات على اليوتيوب. فاذا كنت حابب تعمل فيديوهات وتنزلها على اليوتيوب لتشاركها مع الملايين ولسه ما عندك الثقة وخجلان من انه تفرجي حالك قدام الكاميرا، يمكن يكون هلا وقتك. Do-do-do-do.